ودعما لمبادرة خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربونية التي أعلن عنها جلالة ملك البلاد المعظم وفي إطار تفضل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة، شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في تشجير 4 مدن إسكانية، وذلك من خلال زراعة 100 شتلة في كل من مدينة سلمان الإسكانية ومدينة خليفة الإسكانية ومدينة الحد الإسكانية ومدينة سترة الإسكانية. أكدت سعادة وزيرة الإسكان لدى مشاركتها في فعالية تشجير مشروع مدينة سلمان الإسكاني أن مبادرة أسبوع الشجرة تأتي لتعزز أهداف خطة التشجير لمملكة البحرين التي تهدف إلى زراعة أكثر من 3 مليون شجرة بحلول العام 2035، مؤكدة حرص الوزارة على الاستمرار في تشجير المدن الإسكانية وتخصيص المساحات الخضراء في كافة مشاريعها من خلال منح كل منتفع بوحدته السكنية شتلة زراعية، سعيا للتشجيع على الزراعة داخل الوحدات السكنية.